أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشرباجي عن إعداد استراتيجية تستهدف الارتقاء بالمحتوى الصحفي ليتناسب مع التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام وقيام الصحف القومية بأداء دورها التثقيفي والتنويري باعتبارها من ركائز الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حيث أكد الشرباجي أنه تم إعداد دراسات جدوى لعدد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من أصول المؤسسات الصحفية، مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عنها بعد إنهاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذها. كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن إطلاق أبليكيشن يتضمن الأخبار التي تصدر عن مصر والعالم، مشيرا إلى أن البث التجريبي للأبليكيشن سيبدأ في 30 من يونيو المقبل، وسيتم بثه باللغتين العربية والإنجليزية.